اولا الحديث ما في انه يقضيها سرح، يعني حديث عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فاته الوتر صلى من الضحى 12 ركعه، ليس في انه يقضيها. لو كان يقضيها انتهى الخلاف بين اهل العلم، لان اهل العلم مختلفون هل يقضى الوتر او لا يقضى. من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فاته الوتر صلى من النهار 12 ركعه ان هذا هو قضاء الوتر، قال يقضيها ويصلى شفعا. ومن قال لا الوتر لا يقضى، له وقت محدد اذا لم يصلي فيه الانسان هذا في هذا الوقت، يعني واذن عليه الفجر ولم ياتي بالوتر فات، ويكون الذي صلاه النبي صلى الله عليه وسلم من باب التعويض لا من باب القضاء، من باب التعويض لا من باب القضاء، فلا يكون قضاء وانما يكون تعويضا. فالخلاف مشهور بين اهل العلم في الوتر هل يقضى او لا يقضى. واذا والذين قالوا يقضى الوتر اختلفوا هل يقضى وترا او يقضى شفعا. فمن قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى 12 ركعه من باب القضاء قال يقضى شفعا. ومن قال من اهل العلم الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليس من باب القضاء وانما من باب التعويض فقالوا يقضى وترا، هذا من قال بالقضاء. طيب، والذي قال يفوت قال يفوت. ابن حزم رحمه الله تعالى ذهب انه يقضى وترا، والاكثر ذهبوا انه يقضى شفعا، وشيخ سنتين ذهب انه لا يقضى الوتر مطلقا. اين تفضل ابو علي.